من كل مره اللي معطيه في الاول تبعك لا صافي لا يسحب واش بغي يقول الاسئله و... لا قلت لي قلت لي اسماء واش قهوه ولا اتاي ولا قال لي الهرقمه قلت له هرق اربع مرات باب سيميو اكيد سد لا دابا نيس ولا حيت لا يقدر يكعكع ولا يدير لك شي عرقني هذا السي محمد لا بحال غير خرجت بيض وصافي داني تما صح بحال لي شي دكولي انت تبقى اللوين ديالي عزيزه مخرج لحفظ ماء وجه وزير كان والله نكون انا نقول يا شباب حفظ ماء وجه هذا ماشي بحالي والله تلك العرض كتحشي لي الهضره والله كل ما كديري الاعداد ما كصيفط لي الاسئله كامله يجيو يقول لك انا راه الدوله شتي السؤال اللي غطرح راني عارفه منار القميجه ديالك شدها هكا وجبدها شويه تخاي بيها صح شوف دابا مزيانه ومن دابا ما كتعرفني ما كنعرفش نشكركم في برنامج حوار في العمق هذا اللي كيذكرنا ببرنامج حوار اييه ديال الكروه المغاربه ديال السي مصطفى العلوي خصنا غير شويه الجمهور حيت كنت نطلب منه 21 ثانيه نحذفوها مزيان دابا عطاني باش نقول له تزيد هذه نحيد هذيك بغي نهنيكم على هذا الديكور ولا لا لا هذه مزيانه هذه نبداو بها بغيتي شي 30 ثانيه واحده اخرى غادي اذن عاوتاني مع المغرب هذا الله يسامح معاهم نقابي اللي درتي لهم شي حاجه غادي ندير هذا موضوع اخر نعاودوها السادسه ماشي السادسه في برنامج حوار في العمق انا بدا بشي حاجه سديت عليهم ليه لا هذوك هما اللي تحكم في صافي اسدي يوسف 1 2 3 1 2 3 باك مشى سبته جنائي جديد بحقوق الناس راه اخر وقتيني قبيلة حيت كلمه ناقصه نعيد اذا الشان الداخلي للحزب الاصاله والمصارعه تحدثت على حزب الاصاله فكره الوزاني نخليو المصارعه يا ودي راه برافو اللي جبتي لانه شويه ايه صحيح شكرا ايوا لا شكرا هو راه ما كيحب المقاطعه لا باقي تقاطعوا لا 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 تعندك الا شتيني باش نولي زوين غير غير قطعي محمد هاد المناظر عندك يشغلوك شو عاد في الضيوف شي نهار جا وبدا الطوموبيل مشى عليا وبقيت لقيت ما نقول لي سيدنا لاديو لاديو طالب ما خليتينا نشربوا ما خليتينا نهضروا وراه ثلاثه القطاع اخي وعاد السياسه والحكومه راه هذا بان الوتيره خصها تكون بنفس الطريقه ندير واحد واحد التوقف سريع خصكم تبقاو انفاس معايا السي احمد حيت دار الكرسي هكا التعليق المساله ديال هاد كيفاش كتحكم الثقه نفسيا؟ ما كنحملش هاد لوكان كنكذب عليك معليش معليش وما تعيا تفهمها والله يا اخي واخا يدير لي كذا تقلية على تقلية لا تروح بكت المعادلة وقسم الظهر أصحاب الأرض والحال قسم الظهر أصحاب الزهر هذه الحكومة اليوم كتخرج طيب اسمحي لي نشوف يا راهناكم الله المهم ما كاينش اللارج هل كان حوارا في العمق ام مجرد حوار الله يهديك والله يهديكم ثاني يا اخي طبعا طبعا راه تفكر دابا هي علاش دارت لي هكا فهمتي دوك راه الضحكه ما بدينا ما نساليوش لا 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 خلي خلي حنا غادي ناخذوه هنا واش اول مره تصوريها في المزهر لا لا مزيان لا مزيان لا مزيان رشيده ابو مليك بنت ل سيل فو بلي الكاس ولي كلاس ولي كلاس بارك الله فيك كنتي تخوي ليه الحجره هذه قص ليا مزيان يقص الماء هو يدير ديكلونشار مباشرة ما العرق ما باينش بزاف لا دابا شفت وصافي راه نضرب واحد الساعة نخلعها عاوتاني شوية ياك ما كتبان الكرافات ديالي لا لا انت جيتي اليوم ديال الكول في لينا العمر كامل النهار اللي كنا خدامين وقف سميتو عقلو انتظروني يوم الجمعة من أجل مجموعة من المجموعات
صافي شكرا سمعتي تصفيق من الداخل يا الله تبارك الله عليكم الله غير صبر صافي بقيتي على خاطرك يا الله عصرتيني لا بالعكس بالعكس الله يلا حوار تبارك الله حوار في العمق ترقبوه مساء كل جمعة إلى اللقاء زوينة بقدي شكرا لك السلام تحية للمغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب